اسألني يا فندم. الدوري فين يا فندم؟ نفس السؤال. الدوري طبعا في الملعب. كلام المنطقي والكورة والكلام الطبيعي ان الدوري في الملعب. ما اقدرش اقول ان الدوري في الزمالك ولا اقدر اقول ان الدوري في النادي الاهلي. الدوري المنافسة هتستمر، وانا يمكن قلت ده في بداية الموسم خالص ومستمر على نفس الكلام، وكلامي ما بيتغيرش. واعتقد ان الصورة اللي انا قلتها في بداية الموسم هي اللي ماشية لغاية دلوقتي، ان المنافسة هتقعد للرمق الاخير. صح، المنافسة هتقعد للرمق الاخير. النادي الاهلي فريق كويس جدا، فريق عنده متكامل. نادي الزمالك فريق كويس جدا وفريق متكامل، فبالتالي في منافسة كبيرة جدا ما بين القطبين. اعتقد انها هتستمر للنهاية. انا كعمر الدريد لو سألتني أقول لك أنا مش عاجبني الدوري المصري. أنا أتمنى أن المنافسة تبقى رباعية وخماسية وسداسية أكتر من نادي يدخل للعبة. ما ينفعش كل على الدوري على أكمل بس أكمل كلامي. ما ينفعش كل سنة المنافسة تبقى ما بين القطبين فقط. وحد يحسمها أيا كان هو مين اللي يحسمها، طبعا هنقول له مبروك. لكن أنا بتكلم على أن المنافسة في الدوريات اللي جنبنا كلها منافسة كبيرة رباعية. ممكن أسألك سؤال؟ إزاي ده يحصل؟ الفرق الصغيرة دي لابد ان يكون، او الفرق الجماهيرية لابد ان نرجع لشركات كورة لسبب بسيط. لان لازم الكورة تصرف على نفسها ويبقى في الفرق دي عندها ميزانات وعندها دخل. نمرة اتنين ان كحكة الاعلانات او المعلنين اللي هم الرعاة لابد انها تتوزع بالتساوي على الجميع، يعني حسب نتائجك وحسب وضعك. الاول ياخد طبعا اكتر، ما حدش يقدر يقول لا، بس التاني والفرق بين التاني والاول ما يبقاش فرق هو كبيره. الفرق ما بين الخامس والاول مثلا، انا بتكلم بس يا كابتن سيبني اكمل كلامي. انا عايز اوصل لك حاجه. انت ليه ما بتحبش اكمل كلامي؟ يعني انا عايز اوصل لك نقطه برضه عشان تكمل، ان في العالم كله ما فيش نسب اعلام بتتوسع بالتساوي. كمل. ما قلتش انا بالتساوي خالص. انا بقول اذا كان انا لسه بقول الاول ما يتسواش بالتاني، بقول بس الفرق ما يبقاش كبير. انا قلت بالتساوي. تمام. انا ما قلتش بالتساوي. انا بقول ان الاول يبقى في فرق بين الاول والثاني. الفرق بين الاول والخامس ولا الرابع ما بقاش ضخم جدا زي دلوقتي. انا بتكلم على كده، لكن ما قلتش بالتساوي. طبيعي ان ما فيش تساوي. طبيعي ان مثلا بطوله الدوري مثلا لو الرعاه بتجيب مثلا 100 مليون، الاول مثلا هياخد 40، الثاني مثلا 28 مثلا، يعني توزيعه، يعني ده الطبيعي في العالم كله. فده علشان كمان الفرق الصغيره دي يبقى عندها دخل تصرف. النهارده كره القدم صناعه. النهارده الكوره مين اللي بيكسب؟ النادي الاهلي اللي عنده فلوس. النهارده شايفين معظم الرعاه بيعملوا اعلانات للنادي الاهلي، ما بيعملوش لحد تاني. ايا كان هو ده ايه، ولا مش ماليش دعوه باسبابه، لكن ده هيخلق منافسه شريفه ما بين الانديه. ده هيطلع الاتحاد السكندري، سيبك من الزمالك مش هتكلم على الزمالك. ده هيطلع الاتحاد السكندري، ده هيطلع الاسماعيلي، ده هيطلع المصري. الفرق الجماهيريه دي هيطلع المحله، هيطلع الانديه دي مش هتطلع. لان مع كامل احترامي الفرق دي عندها لعيبه درجه تانية، درجه فرز تاني. ما هو فرز اول بياخدهم الاهلي والزمالك عشان عندهم فلوس. لا، الانديه دي لازم يكون عندها فلوس، ولازم الرعايه تتقسم بتساوي او مش بتساوي. انا ما بقولش بتساوي يعني كل واحد ياخد قد التاني، لكن بنظام. المسافات تقرب، يعني المسافات تقرب. ده مهم جدا.